وعدنا اليكم في مقطع جديد برودكت فعلي على مقاطع ماينكرافت في التيك توك. عدنا اليكم يا جماعة الخير في مقاطع اسطورية، وصدقني حلقة اليوم يا المتابع راح تعجبك، فجيب لك شيء لطيف الله يسعدك، تاكل وشي تشربه الله يسعد، ولا تنسى اللايك يا عزيز المتابع الله يسعدك. ايوه تحسبوني نسيت، تعالوا اعلمكم اليوم ما حط اللايك فيش، وتمحيط اللايك يا عزيز المتابع اليوم راح تقوم بريموت التلفزيون. نعم علموني كيف تحطون لايك في الكومنتات، بغش منكم عشان اسويها في الحلقات الجايه. حساباتي في السوشيال ميديا راح تلقوها تحت. خلينا نقول بسم الله ونبدا الحلقه. يقول ماينكرافت انلوكيس بلاير، اكثر لاعب غير محظوظ في ماينكرافت. خلينا نشوف حظه الاسطوري. اوكي يا سلام لا انا اسف لك والله، والله اسف لك. هذا كسر كل شيء. هيربران بعد يقطع بليس حظه الخايس. تكسر بكاكسو يا جماعة الخير، كنت دائما اقول حظي خايس حظي خايس، طلع في واحد يعني حظه اخيس من حظي بكثير. لا ذي كريهة، ذي كريهة مرة. رماها والمضر عنده، يا ساتر. بدينا يعني بدينا في المقاطع. انحاش هو السرير. اوكي نايس. ايش في ايش في، انضرب الرقم القارب وقام يلحقه. نايس حبيبي والله. لا 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 خلاص خلاص، انا مخي يعني تونا بادين، وخلينا مؤدبين كذا زي لو سمحتم لو سمحتم، خلينا مؤدبين مع بعض، لا تجيبوا لي المقاطع هذه. ايوه مكان الواردن. يقولون اقطع ام الخوف، يعني شوف اللحظات هذه اللي تخوف. ليش؟ اذا تكون بينك وبين اخوياك كذا قاعدين في اخر ليل تلعبون ماينكرافت، ولا وفي تحديث الواردن بعد هوب يطلع لك الواردن هنا، يعني ايش؟ ما احد يتمنى هذه اللحظه. وفي خبر يقول لك انه هذا حدث في ماينكرافت بطل يلعبها. ايوه كريبر فريندلي، كريبر ما يهاجم. وات؟ وش الكريبر؟ تفجر عليهم اخر شيء، قال اه هو كان حاسب انه هو منهم، فهمتوا علي كيف؟ بعدين استوعب انه كريبر قام تفجر عليهم. طيب يعني مر دامج اوب راحت فيها. لا اله خلاص مو تفكنا. اي تكفى هيرو براين تكفى، بس باقي كان انكر ستيف هيرو براين، بس هذا اللي كان باقي. لا اله الا الله ايش هذا؟ مخي ايش فيه؟ صدعت. يعني انا بسكت انا بسكت، لانه لو تكلمت بسكت. وش ذولي يكسرون البدرك وتفحط. كيف تكسرت؟ كيف تكسرت؟ لا اله الا الله كيف تكسرت على ذي؟ يبون منكف بدرك هذه بعد، وانا احسب يترولون كذا بسكب قدام، سكبت قدام كسروها. يا ساتر ايش قاعد اشوف؟ ايش قاعد اسمع؟ هو لعلي سمعت يعني اغنيه الاسطوره كريستيانو رونالدو في ماينكرافت، ترى يغني. ايوه الدان. لا لا لا
نايس ركبين ذا المقطع على ماينكرافت نايس ايوه كيف كيف بانين قرية في ماينكرافت بانين قرية في الواقع قرية ماينكرافت بالواقع هذه احد احلامي يا جماعة الخير ودي ابني كذا ودي كذا بعدين لو صار عندي بيت كذا ان شاء الله يعني برا عندي كذا في الحوش ببني بيت ماينكرافت زي كذا زي الديزاين حط شموع فيه وحب الشكلات الله ايش هذا ايش هذه ذي الوردة مرة احبها انا Today I had the amazing idea to try and make a giant 3D Minecraft parrot. So for this project I started by gathering about 100 of these little wooden cubes and some super glue and I started by gluing them into the shape of the parrot. I also used some giant lollipop sticks to make some cubes look like they were floating and then wow. Once I was happy I grabbed my acrylic paint and could start painting. I started with all the yellow pixels and then I moved on to the many blue pixels. Before it was done I had a few يا عيال بيطلع رهيب مرة. Green, black and white and eventually the parrot was complete and oh my والله رهيب My goodness, I am so obsessed with this guy. This was definitely one of والله مره رهيب نايس الله الله اوبسيديان اوه كسر اوبسيديان ايوه جسمه خذ الاوبسيديان طيب كملها طيب سيب باب اثنين مره واحده نايس الله ايوه فيليج راحت في الواقع نايس هلا شو الغنية ذي هلا هلا ايوه ذا جوت هنا في مشكلة الجوت واحد ومعروف يا جماعة الخير مع احترامي لميسي يا جماعة الخير لا احد يجيني بالكومنتات هاجمني انا احترم شخصين كريستيانو وميسي الكورة ولكن الجوت واحد جوت واحد معروف فنكمل المقطع حاطين كأنه هذا جوتي هذا هو الله رهيب المونتاج تشنج ذا كاركتر حبيبي اوه ماي جاد الفيديو رهيب عمار يا ولد اسوي لك عمار شبيه كبير لميسي وشبيه كبير لكريستيانو يا تخيل لاحظتوا في لقطه هنا شوفوا غير سكنه هنا اوكي The God changed their skin غير سكنه اوكي بعدين ايش باللقطة هذه شوفوا شات كريستيانو شات ميسي فجر تفجير ذا المقطع يفوز ذا المقطع يفوز امور يا ولد كتشينو يا ولد امور خربها استاذ فيليجر هذه سي هذه سي مو سي هذه تيرنينج سي ار 7 كريستيانو تو ماينكرافت ايوه وات هذا الذكاء الاصطناعي يا ساتر دام ديمونستاستو ديمونتاجاس هيا والله بدي رهيب هذا نايس ايوه هذا ماينكرافت على كريستيانو طعم الفله اكثر شيء انا احبهم يا ساتر يا ساتر TR underscore gamer underscore bro شوف الاسم بس كالمة كالمة يا بوي تو معليش انا اسف انا احب كريستيانو زيادة انا اسف سي لا يا شيخ خربتها سي تكفى سي ايوه لقي دايموند اعطها سي ايوه هلا هلا يا سلام ايوه فجر كبر صد الانفجار يا ساتر كم مره متفجر عليه كريبر هذا يا ساتر كم مره متفجر ايش في هذا كاتب اكره زومبيز في ماينكرافت ايوه كسر الباب يا ساتر اللي كسر باب زياده واوريك ايش بيصير يا ويلك قلقد على ال وال جاب الكولومز كم اطم العافيه ايش كستر باب مره ثانيه يا زومبي كريبر وي زلق بالحفره ايوه احس بجي واحد ورا احس بجي واحد ورا
والله حسيت اني اعرف اعرف انا اعرف الكريبرات. اخر مره بتفجر واحد فيني بماينكرافت يا جماعه الخير، شفتوا كيف تفجر انتم؟ I added toes and feet to Minecraft. لا اله الا الله. Every mob now has feet. Those cows, these creepers, and even these ghasts can walk around instead of flying. لا 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 حبيبي لا غلط غلط انت يعني ايش؟ Your feet aren't just for show either. You can also now pick up items with them. Here's a close up of what's actually going on here. قضت المودات في ماينكرافت، قام ضافوا سوى مود فيه اصابع، والاصابع هذه يعني يمديك تستخدمها بكثير اشياء. This also means you can hold four items. يا ساتر زورو قلب، حتى زورو ما سواها. Here's me bridging by placing blocks up. بعد ما شاء الله. خفاش. خفاش. This is pretty broken, so to balance out this mod, I made it so that you stub your toes if you run into any block. بعد. Afterwards, your feet تورم. Super swollen. إذا ضربت في شيء بلوكة تورم اصبعك. You'll need to ice it or else your entire foot will swell up and you'll be walking around like this. لا إله إلا الله شو الموت الأحلام والله. حتى البنات ما نسوكم. قاعد يقول لك انا اكثر شخص غير محظوظ في ماينكرافت. خلينا نشوف. ليش تحارشوا؟ ليش تحارشوا؟ طيب قلب انت طلع. اوكي مش الوضع. ايش في؟ كيف صقع برق وصباح؟ وات؟ ايش في؟ يقول ما راح اثق في اي احد مره ثانيه. وي اطلع من السيرفر. لا اله الا الله. قال لهذا السبب ما العب ماينكرافت مع اخوياي. شت البقره ما تموت. لا 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 ليش؟ ليش كل هالفارم؟ ليش؟ ليش كلت البقر؟ لا وقول يقول ايست يقول لك انا ما زلت قاعد اسوي الفارم البقر. الله لا يا ساتر قاعد يقول ولا في عمري طلعت من اللعبه بهذه السرعه. الله يستر ايش صار معه ذا؟ لا اله الا الله. انت شوف السرعه اللي طلع منها. هوب ايش فيه؟ ام الركب. ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ لا ليش؟ ليش؟ ليش ازرق؟ ليش ازرق؟ طم العقاب ليش؟ صغير وانا مالي وانا مالي ليش طيب؟ بس انا طقه والله عقاب قوي استغفر الله العظيم. هذا قاعد يقول اللعبه قاعد تختبرني. وات؟ ايش في؟ نص قلب. رعد مره ثانيه. حسيت هذا نفس ذاك اللي اكره. هذا يا اخي بالرعد مشاكل عنده. الله يقطع ام الفضاوه. الله يرزقني فضاوتهم يا رب. الله يرزقني فضاوتهم. خلاص 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 بحتاج. هذه ايش؟ سيف ماينكرافت. ايه الله يرزقني فضاوتهم بس يا رب. من نكمل الفيديو دقيقة كاملة يبيني اشوف اجهزة زي كذا ما ابي. اوكي اوف. طيب اسمعوا لي بنيد المقطع من بعد حاول ما يضحك. قلبي اوف. اي شيء كل شيء الا هذا توقعته. كل شيء الا هذا. لا اله الا الله. ايش في؟ الاسطوره. اوكي قفلها صار دراجون.
اوه ماي جاد. ايش علام العصر هذه؟ جاب له ضفدع كبره. الضفدع قام يحلق وبلعه. لا الهي رجع. لا لا انهاش انهاش مالك مجال. ايوه طيب سوى ثقب اسود. يا ساتر خلص الفيديو. الله يقطع بس حسب يعرف ايش صار زيادة. ايش فيك طم احلام العصر يا شيخ. حبيب يدان حبيب استكن باللافة. ايش فيك ايش نايس. عشان تزعلون علي ها انكر ميسي بصوت الفيلجر. قول 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 تزعل علي بعدي انت مقاطع كرسي وراح تتمسي ها تزعل علي ها تفضل ضبط قروي لما اخذ سرير. حزن حزن القروي معليش. بعد بعد ما 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 بقوا شيء الا والاي دخل وخرب. ايش فيه هلا هب البراد طالمة النفسية. تكمل بالمشاهدة كيفك يا عبادي؟ براكم بذلك حلقة الأخرى. أنا بطلع من كوكبكم هذا كله كامل في أمان الله.